خلونا نشوف تقرير فاصلكم مع بعض. بما اني كويتي وقاعد بدولة الكويت والتكنولوجيا الجديدة هذه قاعدين يقدمونها شركة فاست تيلكو، انا جدا فخور باني اكون باول ميتنج على شاشة تلفزيون الراي من خلال الاوبن كونفرنس اللي مسوينه مع بومبي، بوسطن، باريس ولندن. شوفوا راح تعرفون شو اللي قاعد اقوله اكثر. Exactly in London now. You're in London now. What exactly? Yeah. أخوي فيصل لو تكلمني وتعطيني introduction عن اللي أنا فيه، للأمانة أنا مذهول ومستانس بنفس الوقت، فشنو اللي أنا فيه الحين؟ طبعاً التليبريزنس مثل ما أنت شايف، إحنا كشركة كويتية، شركة فاست تيلكو الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط يكون عندها هذا النوع من التكنولوجيا. مثل ما أنت شايف هذا البريس روم، وشايفين هني دامجين مع مومباي، باريس ولندن، وكمان معنا بوسطن راح نرويكم اياها بعد شويه، وشفتوها وشايفين طبعا الخريطه الموجوده تحت. هاي طبعا كل الدول اللي احنا نقدر ويكومينيكيت وذ ذم، نشبك معاها في موجوده هنا بالكويت، وفخر لنا كشركه كويتيه يكون عندها الاولى نوع من هالتكنولوجيا. تليبريزنس هو الفاسيليتي او التكنولوجيا اللي بتسمح لي اني اعمل ميتنج فيس تو فيس without moving place to place. اقدر اعمل face to face meeting face to face without moving place to place. بالضبط، حبيتها. مظبوط. فيمكن ده description بسيط بيوصف التكنولوجي. الديسكريبشن الثاني انه يعني احساسك بان انت هناك while you are here، يعني you are feeling that you are there while you are still here. الشركات اللي موجوده عندنا هنا بالسوق الكويتي شلون راح تستفيد من الخدمه هذه؟ الحقيقه هو هيختلف على حسب نشاط الشركه. يعني خلينا نتكلم مثلا في الاول عن الادوكيشن سيكتور. الادوكيشن سيكتور بسهوله يقدر يستفيد من الموضوع ده في انه يعمل اونلاين كلاسز. النهارده مش سهل ان انت تجيب بروفيسور معين او انستراكتور معين تجيبه في الوقت اللي انت عايزه عشان يدي محاضره معينه في اليوم ده. النهارده سهل جدا انك تعمل له انفيتيشن، زي مثلا هو في لندن او في باريس او في بوسطن او في مكان، في اي مكان في العالم. سهل قوي انك تعمل له انفيتيشن لاقرب تيليبريزنس روم، والاودينس بتوعه اللي عايزين يسمعوا المحاضره دول يقدروا يشرفونا في البابليك تيليبريزنس روم ويسمعوا المحاضره. من ضمن الابلكيشنز الثانيه موضوع الاويل اند جاز. يعني النهارده حقيقه في الكويت هنا كتير شركات اويل اند جاز محتاجه يبقى في كوميونيكيشن مع شركات بره في الستيتس تحديدا عشان مناقشه بعض العقود الخاصه بالمواضيع. الكلام ده بيكلف الشركات دي كتير قوي ترافل اكسبنسز، ففي حين هو ممكن يوفروا كتير قوي الكلام ده دلوقتي بان هم يقدروا يجوا برده في نفس المكان ويناقشوا كل التفاصيل الخاصه بالعقود دي، يعني لغايه لما توصل على الفاينل سيجنتشر زي ما بنقول. يعني ممكن نوصل للهيلث كير، يعني النهارده برضو في ناس بتستعمل الغرف زي دي في ان هم في التلي ميديسن. يعني النهارده تقدر تعمل نوع من العمليات الجراحيه. نفرض فرضيه ان عندي ميتنج، خلينا نقول ابرود، وحاب اني احجز الغرفه هذه، شلون احجزها؟ بتقدر تحجز الغرفة عن طريق الانترنت أو عن طريق شركة فاست تيلكو أو حتى فندق شيراتون الكويت، لأن فندق الشيراتون شريك تجاري معنا بالمشروع. هاي أليكس. How are you? I'm fine, thanks. How's it going on in Paris? Very well. The fall is coming, so the temperatures are now perfect for me. 10 degrees Celsius, sunshine, perfect. Cold with a bit sunny days. Sunny days, yes, 15 Celsius, probably something perfect for me. I hate the heat. I just. كارولين، لو انت حكي عن التعاون اللي صار ما بين فندق شيراتون الكويت وما بين شركة فاست تيلكو عن نظام التراسل عن بعد او نظام التلي بريزنس اللي شفناه احنا، فالشغلة هذه شنو ايجابياتها وشنو راح تدعم عندنا هني في المنطقة وبالكويت خاصة؟ اكيد نحن كفندق شيراتون الكويت نحن حريصين على تقديم اخر مستجدات التكنولوجيا لزبايننا. نحن اكيد سعيدين وفخورين بشراكتنا مع فاست تيلكو لتقديم latest generation من الفيديو كونفرنسينج اللي هي التلي بريزنس، التراسل المرئي عن بعد، خصوصا ان اول ما نقدم الخدمه مش بس بالكويت بل بالمنطقه.
ونحن منتوقع انه هالخدمة رح تشجع السفر خصوصا رجال الاعمال للكويت ليعقدوا اجتماعاتهم مع بلدان مختلفة انحاء العالم. ونحن اكيد بندعي رجال الاعمال ليجوا على الكويت ويجربوا هالخدمة من قلب شيراتون الكويت. يعطيهم العافية شركة فاستلكو على هالخدمة المميزة، وخصوصا انها وفرت لنا عناء السفر واكيد تكاليفها، وخصوصا يمكن الحين شركات كثيرة كانت اعباء السفر تخليهم يمكن شوي يأجلون مواضيع سواء تريننج او اشياء ممكن يطورون فيها اعمالهم بخصوص اعباء وتكاليف السفر. فانا يتراولي هالخدمة هذه راح تخلينا على طول ابديت، ويعطيهم الف عافية. ونواف شايك باللي شفناه؟ والله اتخيل خدمة جبارة للأمانة، محاضرات ممكن تنعطى مثل ما قال الاخ، عمليات جراحية، أشياء كثيرة، اجتماعات، بدل الواحد يسافر ويأخذ الكرو معه ممكن يكون موجود وتبث على الانترنت. فأتخيل يعطيهم العافية الأخوان في فاستلكو، وأتخيل إحنا محتاجين مثل هذا التطور، مواكبة التطور اللي موجود في الخارج.